السلام عليكم. تدريب شركة عز ميديكال، بجد التدريب ده فوق الممتاز. أنا مش عارف بجد إزاي ما كنتش عارف شركة عز ميديكال. يعني من 4 سنين كده كنت في مؤتمر اسمه تي سي سي دي، ده تبع جامعة القاهرة، فهم كانوا ساعتها حديد عز كان موجود في المؤتمر ده، كان واخد بوس، فقالوا لنا إن هم بادين حاجة ليها علاقة ببيوميديكال وكده لما كنا بنسألهم على تريننج. فسبحان الله يعني وأنا في سنة رابعة أهو أديني نزلت معاهم تريننج. خلينا نمشي سؤال سؤال كده للتدريب. قول لنا يا اسامه، التدريب بفلوس ولا مجانا؟ التدريب كان مجانا، بالعكس بتاخد فلوس وفلوس كويسه، يعني انا واخد رقم كويس. احكي لنا يا اسامه، ايه نظام التدريب؟ كان عامل ازاي؟ التدريب بيكون هناك متقسم تيمات، يعني في تيم بايوميديكال، تيم لميكانيكس، الناس بتاعت ميكانيكا وكده، بيبقى داخلين في الجزء بتاع سيستم انجينير، وبرده سيستم انجينير تحتيها الجزء بتاع السوفت وير، برده في ناس تيمات هناك سوفت وير. فالتدريب ده مش للناس بتاع بايوميديكال بس، لا هو الناس كتيره قوي، ناس من ميكانيكا وناس من بايوميديكال وناس من سوفت وير، وبرضه بايوميديكال بيشتغل سوفت وير عادي، يعني على حسب انت عايز تخش تيم ايه. يعني طيب، قول لنا يا اسامه، استفدت ايه من التدريب؟ بص، التدريب ده خلينا نشوف نظام التدريب كان ماشي ازاي. انت في الاول كده انت كل يوم من الساعه 9 ده الحضور بتاعك، بتمشي الساعه 5. ساعات ما بتمشيش الساعه 5، بتزود شويه، يعني ساعات لو في حاجات متاخره عليك او كده. فانا كنت دايما بمشيش 5، بمشي 5 ونص، 6 ساعات، مره عدل 7 كده. يعني احلى حاجه في التدريب ده واكتر حاجه هي مميزه، عشان كده طلع ارشح التدريب ده وبجد هو هايلي ريكومندد، ان التدريب ده بيقصين عليك تاسكات. التاسكات دي انت هتعملها ازاي بقى، دي براحتك، يعني انت يعني بيثقوا فيك هم. بجد الحاجه المميزه قوي هناك جزء المانجمنت عندهم، ان مستر كامل مثلا هو السي او، هم يعني بيقصين بيقول لهم ان الطلبه دي تبقى واخده تاسكات، واخر الفتره بتاعه التدريب بتاعتك انت بتسلم التاسكات دي لمديرتك بس. يعني فبجد انت بتبحث عن كل حاجه انت تعملها ازاي، بيسبورتوا معاك، بيبقى معاك تيم اقوى منك، ناس تنانين بجد في المجال، في كل تيم بقى. يعني لو كنا مثلا في الميكانكس كان في باشمهندسين هناك، وفي تيم تحتيهم اللي هم الستودنت اللي زينا، وفي بايوميديكال كان عندنا المديره بتاعتنا باشمهندسه ايه، فاهمني؟ فكل تيم بقى بيكون معاه مديره بتاعته، وهي بتكون فاهمه في الحاجه دي كويس قوي، فهي بتساعدك بس بتسيبك انت تعملها بالطريقه اللي تعجبك، فاهم؟ فدي حاجه بجد مميزه جدا جدا في التدريب. مثال على كده، احنا كان عندنا برزنتيشن مع السي او بتاع الشركه، انا وصديقي محمود دجله رابعه هندسه القاهره، ما شاء الله بجد حد شاطر قوي يعني. فاحنا كنا في تيم واحد، انا كنت شغال على الجزء بتاع الريسك مانجمنت، هو كان شغال على الاس ار اس. فاحنا كان عندنا برزنتيشن مع السي او بتاع الشركه اللي هو مستر كامل. فيعني الناس دي بجد بتثق فيك، فاهم؟ اللي هو يعني بيسيبوا لك حاجات انك تعملها بطريقتك انت. يعني مثلا كنت شغال على جزء الريسك مانجمنت بتاع حاجه اسمها سي باب، فكان في حاجه اسمها ماستر فايل بنكتبها كورد دوكيمنت، وفي حاجه ثانيه كنت شغال عليها برضو ان انا بعمل اناليسيس لاكسل فايل، وعملته بطريقه انا يعني لما عرضناها على مستر كامل عجبته وادى فيدباك كويس قوي عننا ومحمود يعني. فبجد حاجه زي كده انت مش هتعلمها في اي مكان، يعني حته ان هم يثقوا فيك ويسيبوك ان انت تعمل الحاجه بطريقتك انت. يعني انا بحثت وعرفت ان في حاجه اسمها باور بي اي. باور بي اي ده كنت بعمل بيه شغل فيجواليزيشن للاكسل. انا حاجه زي كده ما كنتش عارفها خالص، بس انا مع البحث انت كل حاجه بتبحث عنها، كل حاجه انت بتشوفها بتتعمل ازاي. انا كنت عارف يعني ايه ريسك مانجمنت اصلا قبل ما اخش معاهم، فاهمني؟ هم لا شغالين كل الديفايس اللي بيعملوها ديزاين اصلا وهينزلوها السوق، حاجه اسمها ريسك بيزد، هم بيشتغلوا هناك جزء الديزاين عندهم ريسك بيزد. المهم يعني هتتعلم حاجات كتير قوي، هتبحث انت بنفسك عن حاجات كتير قوي، فدي اكتر حاجه مميزه، الجزء بتاع الثقه وان هم يسيبوك تعمل الحاجه براحتك انت. فانا التدريب ده بجد انصح بيه لكل الناس، هو برضو لناس معينه. يعني انت ما تفتكرش انت هتروح هناك تصين اجهزه، يعني في ناس بتبقى عايزه ايه، هروح هناك هتعلم ان انا اصين اجهزه ولا ايه؟ هو هناك مفيش اجهزه انك تصينها، فاهم؟ تقريبا يا دوبك ممكن يكون بيحصل عطل ولا حاجه وهم بيصينوا هم، فاهمني؟ فانت هناك مش هتستفيد كده، لا انت هناك هتستفيد ان انت هيثقوا فيك ويسيبوك تعمل حاجه بطريقتك انت، اذا كنت في تيم السوفت وير، اذا كنت في تيم الجزء بتاع الميكانكس. فبجد يعني التدريب ده بجد هايلي ريكومندد. مهندسين تحب تشكرهم؟ طيب اولا بجد احب اشكر السي او بتاع الشركه، لان بجد انا لا يعني انا كنت بقى معايا ببقى ملاحظ قوي ان هو بياخد باله من كل حاجه، فبجد ما شاء الله يعني بجد هو يعني حته سي او دي انا اول مره اتعامل مع حد اصلا وكده، فبجد هو حد يعني كان بيحتوينا قوي، وحته ان هو بيدينا الثقه دي كانت عجباني قوي، ماشي؟ فاحب اشكر مستر كامل. احب طبعا برضه اشكر الدكتور ايمن ودكتور حمدي ومهندس احمد العرجاوي، وطبعا طبعا باشمهندسه ايه، هي كانت مديرتي على طول، كانت باشمهندسه ايه، فهي بجد كانت يعني جزء ان هي بتدينا تاسكات وبتعرفنا ان احنا ازاي نشتغل، وكانت بتتقل علينا، بس بجد بجد اتعلمت كتير قوي منها يعني. فبجد احب اشكرها.
ملخصا التدريب ده بجد انت لازم تسعى له زي التدريبات اللي هي بتاعت الشركات المالتي ناشونال اللي احنا بنشوفها، بجد التدريب ده هاي ريكومندد. شكرا. شكرا يا اسامه. شكرا.